21. نروح لأخبار كرة السلة. المنافسة طبعا على دوري كرة السلة ومرحلة الترتيب الحالية بقت نارية. الجولة العاشرة انتهت وكانت النتيجة تصدر الاتحاد السكندري للقمة برصيد 18 نقطة، وفي المركز الثاني فريق الزمالك بنفس الرصيد، أما في المركز الثالث الجزيرة بنفس الرصيد أيضا 18 نقطة. الاتحاد السكندري بيتصدر لأول مرة في الموسم الحالي بعد ما كان الجزيرة متصدر خلال الجولات اللي فاتت والزمالك تصدر جولة واحدة. أما بيجي في المركز الرابع فريق سبورتينج برصيد 15 نقطة، وفي المركز الخامس فريق الأهلي بنفس الرصيد، أما في المركز السادس فريق سموحة برصيد 14 نقطة، وفي المركز السابع المصرية للاتصالات برصيد 11 نقطة. المركز الثامن بيجي فيه طلائع الجيش ومعاه أيضا 11 نقطة. المرحلة الحالية لتحديد الترتيب علشان يتم تحديد ماتشات ربع النهائي دوري السوبر، واللي بتكون الأول مع الثامن، الثاني مع السابع، الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.